بموقف يحمل على كتاب الأحبة، يتهادى لكم قدسي في مساكنكم ولكم القمة، ونحن على نهجكم بصدورنا لصد النيران. باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، نقف اليوم استذكارا لشهدائنا الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل هذا الوطن. في قوات سوريا الديمقراطية وأمام مجالسنا وأمام عوائل شهدائنا وأمام أمهاتنا، نجدد عهدنا بأننا سنسير على دور هؤلاء الشهداء، ولن نتنازل عن حقوقهم، ولا نتنازل عن أي هدف الذي بسببه قطعوا بدمائهم من أجل ذلك. أنا خولة المحمد وابني خالد الحمود، ولي الفخر أن ابني يعني أدى الشهادة والحمد لله ورافع راسي بي يعني، وأهله كلهم قرايب ورافعين رؤوسنا به. شجعهم والله يعني مثل ما ابني كسبها إن شاء الله، الله يكسبهم ويطعمونهم الشهادة مثل ما ابني الله يطعمه الشهادة، ومشان الوطن ومشان أرضنا ومشان قواعينا.